الإنجابية كما تعرفنا على جانب الضمان الاجتماعي. لقد انخرطت دورا المحاسبة الميدانية في أكاديمية سوف. لقد استفدت جدا من هذه الدورة ولقد تعلمت كثيرا ومارست كل الأشكال كل البرامج الميدانية من تقديم الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي. والواقع المحاسبي حاليا المسموح به. نشكر مدرسة سوف أكاديمية التي كانت مشرفة علينا في هذه الدورة التدريبية المكثفة. كانت هذه الدورة تتكلم عن المحاسبة وكيفية معالجة الأمور المحاسبية وكيفية ممارسة وحل المشاكل المحاسبية بصفة عامة بصفة ميدانية وليس بصفة نظرية كما كنا ندرسها في الجامعة وفي المدرسة. وكانت هذه الدورة دورة مكثفة ودورة كانت دورة على شاملة عموما لكل الأمور المحاسبية بصفة عامة. قد التحقت بأكاديمية سوف لزيادة مستوى تعليمي ومستوى فهمي من الخاص بمجال المحاسبة. وحبيت نقول لكم باللي راه ما كانش علاقة بين وش راك تقرا في لافاك وش كاين في البراتيك في الميدان. ماهيش كيف 100% كل حاجة وبسيطة. لأن تقرا حاجة تدخل بالميدان تلقى حاجة. وحبيت نقول لكم إذا حبيت تزيد من المستوى تاعك وحبيت تعرف حقيقة الميدان اتصل بأكاديمية سوف بس كوني قريت فيها. وبإذن الله راني ما زدت نقرا بصح حسيت بتحسن كبير. وكل الشكر أيضا للأساتذة الفاضلة من خلاد عبد الغني قدور محمد أخضر وسيح صحراوي مع كامل طاقم أكاديمي سوف. نشكرهم جزيل الشكر والحمد لله التجربة كانت ناجحة. ونشكر الأساتذة الذين كانوا مشرفين علينا من بينهم الأستاذ خلاد عبد الغني وشكرا. وعلى كل حال نشكر الطاقم الأكاديمي الكل والأساتذة اللي التحقت بهم وخلوك تعرف بعض الأشخاص اللي تدير روحك ماشي بالشرح لهم تولي تعرفهم وما عندكش مشكل معاهم. ونشكر الأستاذ الأول وهو خلاد عبد الغني. ونشكر الأساتذة اللي يزيدوا لك فكرة عن المجتمع وعن وش كان وش تقرا وش تفهم وكل حاجه وبسيطه. وهم الاساتذه قدور محمد الاخضر وسحراوي السيئه. والسلام عليكم ورحمه الله.